كلكم محتارين ازاي تاكلوا الولاد، كل الناس بتقترح عليكم حاجات. انا هقترح عليكي حلول من ام عبقريه، تخلي ولادك يعشقوا الاكل طول النهار، تقول لهم بطلوا اكل وهم طول الوقت يفضلوا مصرين ان هم ياكلوا. نمره واحد، تاخدي ابنك لمشوار لتيتا او جده او مثلا عمته او خالته او اي حد من صحابك اللي بيتنك عليكي طول الوقت، او حد من قرايبك اللي انت بتبقي محرجه قدامهم، وتقعدوا وابنك يشوف ان عندهم اكل. فجاه اللحمه بتبقى جميله جدا. ماما انت ليه عمرك ما جبت لنا موز؟ انتوا اصلا عايشين في صباطه موز. ماما انا ليه عمري ما اكلت فراخ؟ الفراخ دي طلعت جميله جدا جدا. اللحظه اللي بتبقي في نص هدومك وعايزه تاكدي لهم ان ابنك عيل محترم وشبعان في بيته، ما تاكديش لحد فرصه جميله جدا ان هو بياكل. اكثري من هذه الزيارات وشيلي فيشة الاحراج خالص خالص. طريقه تانية هتخلي ابنك ياكل مهما حصل، اعرضي عليه حاجات مش مناسبه لسنه، مش مناسبه لصحته، حراقه، حاجات مش هيعرف اصلا يمضغها او يكسرها لانه ما عندوش سنان اصلا، قوام مش مناسب، حاجات هياكلها ويتفها ومش هتعجبه. بس ليه؟ لازم نجرب. طالما الاكل ممنوع يبقى اكيد جميل. الست دي حرمانة من حاجات كتير، مش ممكن تكون بتمنعني عشان خاطر هي حاجات مش مناسبة. هي اكيد منع عني سكر، انا عاوز السكر. هو هياخد منك الحتة دي بعد صراع كبير، وابتدي ياكل حتة منها ما تعجبوش، بس مش هيسكت عند هذا الحد، لا، هيبتدي ياكل بقية اعضاء جسمه كتير جدا اللي لازم تشبع من الاكلة دي، زي شعره، زي شعرك، زي مناخيره، زي هدومه اللي لازم تتشرب بهذا السكر الجميل اللي ماما منعاه عني. طبعا اهم حاجة الكنبة، لازم الحيطان، كل الدنيا لازم تدوق الجمال اللي ماما كانت منعاه. الحيلة اللي جاية دي بقى هتنجح معاكي، مش هتدعيلي. تخلي بابا يمسك الطبق وياكل من الاكل كأنه الاكل بتاعه، ويعمل ان هو مش مهتم يدي الطفل خالص. لا، هو الاب مش هيمثل ان هو مش مهتم، والاب فعلا مش مهتم. هيبتدي الولد فجأة انسحب منك انت يا شريرة، ويروح لبابا اللي طبقه مليان طيابة، لانه الاب ده كائن جميل حنون، الاكل منه بيبقى لذيذ، الخروجات معاه بتبقى لذيذة، انما احنا شخصيات شريرة. شريرة ليه يحب ياكل من ايدينا؟ الخطوة اللي بعدها بقى، لما بابا ما يبقاش موجود، تبتدي تتقمسي من بابا اللي هو عدم الاهتمام ده، وتغرفي نفسك طبق بحاجة عادية ما بتأكليهاش للطفل، وتقعدي كده عاملة نفسك مش مهتمة خالص لتما ما بيطلبش، تقعدي قدام تمثيلية وتقعدي تاكلي الأكل. فجأة الأكل هيحلى في عينه، حتى لو التوست السن الغلبان اللي انت طالعة بيه من أول النهار وما صدقت ان انت هتفطري الساعة 2 الظهر، بس فجأة هيبقى جميل جدا التوست السن ده. الخلاصة يا جماعة، أكل العيال صعب. العيال اللي بترضى تاكل وما تغلبش أهليها وبتحب الخضار وبتفضل البروكلي عن الشوكولاتة، دول 1%. 99% من ولادنا بيتعبونا وبيطلعوا عيننا عشان ياكلوا. الصحة مش بالكيلو. طالما ابني في الوزن المتوسط، مش لازم يكون مكلبس، طالما ابني في الوزن المتوسط، طالما صحته كويسة، طالما طوله ماشي بشكل كويس، طالما تحاليل الأنيميا بتاعته كويسة، ما عندوش ديدان في بطنه، يرفض يقبل اللعبة. 99% لعبة نفسية ما بين ان الست دي مهتمة قوي انها تأكلني، عشان كده هو بيحب ياكل مع بابا مثلا اكتر مننا ومع تيتا اكتر مننا، ان الست دي عاملة عليا ضغط عشان تأكلني. فخلاص يا حبيبي، انا هشيل الفيشة ومفيش ضغط، ومش هجري وراك بالطبق طالما وزنك كويس. انا مش بقول طفل وزنه مش كويس، هو هعرض عليك الاكل في مواعيد ثابتة، وعلى قد ما اقدر اشيل وقت التلفزيونات، العبك كتير ان شاء الله يا رب نلعب في البانيو، اكلك في اللمه على قد ما اقدر، ازود لك الزعتر والخل في الاكل لانهم بيفتحوا الشهيه، اعالج لك الانيميا، اتفهم ان التسنين مرحله الاكل فيها طبيعي بيبقى ضعيف وبنعوض بالرضاعه، بعد ما نفطم اقلل اللبن، ما يبقاش اللبن 24 ساعه لان هو بيسد نفسهم، اتفهم ان الحر بيخلي العيال مش عايزه تاكل، اعرض طعام اصابع اكل كبار، اثبت المواعيد عشان يجوع بالساعه على الميعاد ده مع الوقت، وتوتا توتا خلصت الحدوته، انا عملت اللي عليا. الناس بقى بتقول انت مش مهتمه باكله، دي ناس مش فاهمه حاجه، لان وزن ابني لما حضرتك بتسلمي عليه مش مرآة لمجهودي حضرتك، الداخل هو مجهودي، نفسيته هي مجهودي، حنيته هي مجهودي، صحته ومناعته هي مجهودي، الفيتامينات اللي انا بجري وراها 24 ساعه هي مجهودي. اكتر عيال ما بتاكلش
هم اغلبهم جايين من عند امهات بتحاول طول الوقت وبتبذل قصارى جهدها ان العيال دي تاكل. ابدا انا عايزه اقول لك ان في كتير جدا من الاطفال اللي هي تخينه جدا على الوزن بتاعها، وده غلط، بس الكالتشر بتاعتنا بتفهمنا ان هو ده الصح. الحقيقه ان الطفل اللي زايد عن وزنه ما بيعرفش يحبي، ما بيعرفش يتطور حركيا بشكل كويس، وده مش حلو لا للكبد ولا لكل جسمه. وساعات بيبقى التخن ده كله جاي من اكلات مش صحيه، والام مكبره دماغها ولا بتقوم تعمل ولا اي حاجه. كل احوال انا بحب كل الامهات، بس انا عايزه اقول لك انت مش مقصره والله العظيم. بكره يكبروا وتخبي انت الاكل منهم وتقولي لهم اعملوا دايت.